لك من عافية اكبر. ارجع لكم الى فقرة سواليف والعان مع طيب سواليف وقصص وحكم و والساعه التي تظهر لك. طيب يعطيكم العافية شباب. اتمنى الان تحولون شخصية جدية لان الموضوع او سواليف فقرة سواليف العصر تحتاج الى شيء جدي. فنبدأ. مجهز عبد الله؟ ابدأ انت. لا انا طيب انا ببدأ. مسك. انا ببدأ. جهز؟ طيب يلا تفضل. انا اللي بعد. طيب هذه قصة بسيطة يعني كذا. هذه أم شافت ولدها معها تفاحتين أو بنتها معها تفاحتين. جميل. حلو؟ مركزين شوي؟ إي معك. معها تفاحتين. إي. قالت الأم قدام الناس، كان في ناس كثار ويناظرون. قالت الأم وشو؟ لا ممتاز. طيب قالت الأم للبنت. قالت الأم للبنت. حلو. أعطيني تفاحة واحدة. إيه. قالت أعطيني تفاحة. جت كلت الأولى وكلت الثانية. البنت. إيه البنت كلت الأولى وكلت الثانية. الناس يناظرون. كل شيء. وفيهم الضحكة. الأم. شيل. طيب شباب. السلام عليكم. تخشون بموقف بس سواليف العصر. أول ما نخلص أخش. والله متابعكم من برا الشاشة. حبيبي خلاص جلس تفضلوا. كمل. مش حلو وقتك. أصبر أصبر. وقتك غلط. يا هلا بكم ومرحبا. يا هلا. سلامات سلامات يا شباب. الله يسلمك. لا ما قصرتوا. ليش الخير ان شاء الله. صفقت. يا هلا بك. لا ان شاء الله سلم سلام عشان يقدم سلام. ترى في دوخه صراحه. طيب سعد افتح مايكك. السلام عليكم. ما اسمع. يلا حيا. يا هلا وسهلا. والله ما هم مفتوح. والله حاطك. لا حاط مكياج. وش هو؟ لا هذه عيب. طقيني. هلا والله. والله تعرف ما انا عرس. والله هلا والله. ما ادري ترى امك قاعد يلمع. لا افتح مايك يا اخي. والله اني فاتح يا عيال. قاعد يلمع ما شاء الله. الحمد لله على السلامه يا شباب. يا مقدم جمال. صوتي الحمد لله. هلا مقدم الجمال. جمال يا متحمد البس. الحمد لله. يا شباب يا سعد بقصي بوكس. والله عشان ايوه. راح معها. لا تجون الا اذا انت حبكم. والله حبكم قلبه يا شيخ. تعالوا بعد ما تنتهي فقره. كيف؟ يقول استعجلوا يقول عشان تلحقون على الفقره. سلامتك بندر حلوه. يلا يعطيكم العافيه يا شباب. انت الحلو يا قلبي. طيب انا قلنا بنكمل سواليف العصر. تفضل يا زيد. طيب عيد القصه من اول حتى اللي ما سمع يركز معك. طيب هذه ام شافت بنتها معها تفاحتين. كانت عطتني تفاحه. كان قدام ناس وكان ناس يناظرون يعني. فالبنت اكلت الاولى واكلت الثانيه. ايه. فالناس ناظروا فيهم الضحكه. اكلتها وما تهمهم. وامها جت الدمعه وراحت كذا تمشي وفيها الدمعه وفيها الصيحه. ففيها الدمعه وفيها الصيحه شوي تروح وراها بنتها تقول ماما تعالي ماما تعالي. هذه احلى. وش صار؟ صارت انها تذوقت عشان تشوف وش الاحلى وتعطيها امها. الله. والام تسرعت وحكمت على بنتها حكم سيء. فنقول ما اجمل التصرفات. الله. بعض تصرفات الاطفال كذا تصير عفويه. عفويه لكن لها معنى. لكن قويه وحلوه جدا. جميل. فاكلت الاولى واكلت الثانيه عشان تشوف وش الاحلى، وش الاحلى فيهم عشان تعطي امها. فيعطيكم هذا قصتي. يعطيك العافية. يعطيك العافية. قصة جميلة جدا. طيب يا شباب وش استفدتوا من هالقصة؟ وش الفوائد اللي استفدتوا؟ انا ببدأ انور ولا انا؟ طيب يلا تفضل يا فيصل. الفائدة من القصة نقول لا تتسرع على الشخص قبل لا تعرف وش قصده. يعني هي اكلت تفاحتين عشان تشوف وش الاحلى تعطيها امها. ما قصدها انها ما تبي امها تاخذ. ولكن يعني نقول لا تتسرع على حاجة أنت ما تعرفها. اليوم إن تسرعت راح تندم. جميل. عسل. يعطيك العافية عبد الله. زي ما قال فيصل لا تتسرع في التفكير. لا تسيء الظن باللي مثلا باللي قبالك أو بشخص شفته يسوي حاجة أسأت الظن إليه بشكل سريع جدا. أصبر شوي، شوف وش بيسوي، شوف وش بيقدم، ثم أنا بعدين أحكم عليه. لا تحكم بسرعة حبيبي. طيب بندر. بالنسبة لقصة أخوي يزيد والله رائعة ولها فوائد وحكم كثيرة. مثل الأطفال فيهم عفوية
وفيهم حاجات ترسل لنا انت ما تدري وش ردة فعلها او وش منتوجها في النهاية. مثل البنت يعني اكلت التفاح مقصد انها تشوف الافضل، وممكن تشوف ممكن في بعضهم ممكن يشكن فيها حاجة فيها سم لا قدر الله، وفي بعض الناس يتسرع في الحاجة قبل لا تحكم. لا تحكم على الشخص إلين تعرف وش آخر شيء بيوصل. جميل جدا، يعطيك العافية يا زيد. قصة ثانية ابن حلال. قصتين لا قصة واحدة عشان سعد مجهز في وقت جينا عشان الشباب مجهزين ودهم كل واحد يقول إقراءها. بس تعليق على لا تحكم، دائما لا تحكم على الشخص من مظهره. شلون مركز ما شاء الله؟ والله ما عليك مركز. حلو اسلم. فدائما لا تركز على الشخص من مظهره. ربما الأشخاص يعني لا تحكم عليه بمظهره، يمكن مظهره زين وفي داخله أعوذ بالله الشر ما خلق ربي، يعني كل الشر فيه. فدائما لا تحكم على الشخص من مظهره. جميل، يعطيك العافية. خلاص مجهز أكيد موضوع ولا تنتظر شوي؟ لا في موضوع معني. طيب فيصل تقول على طول؟ إيه في موضوع. طيب يلا قول. والله وأنا جاي يعني موضوع فعل الخير. يا اخي لما تشوف واحد يعني سيارته مثلا يعني تعطلت سيارته، يا اخي والله العظيم يعني شفت ناس فيهم خير والله، يعني يفزعون لو كان عنده شغل يجي ويساعدك رغم الحر رغم الشيء اللي عنده. فما اجمل انك تساعد الناس باي شيء تقدر عليه، يعني تقدر تساعد واحد تزين سيارته معه زينه. وش في جنازتك؟ قصي في عرسك ان شاء الله. هلا بنتك. شفت اقول لك بعدها. فدائما ساعد الناس. والله يا عيال ضيعت ابو الموضوع. طيب بس صارت لاني قلت لا يوم اعطاني ذا قلت في جنازتك ثم بعد جنازتك. قصدي بس قصدي في عرسك. قصدي في عرسك ما شاء الله. الحمد لله يعني ما حد قطع. جاب الجنازه للعرس. اني كنت بس قاعد عند الموضوع قاعد افكر فيه. طيب حلو اسمع موضوعك. قايلين لك نسق موضوعك من بدري. يلا والله العظيم ضيعت الموضوع كله. اتفاقتوا معي اي موضوع انتم الان بموضوع سعد. ثواني بس ويتضح لك ان شاء الله. ركز موضوع سعد اللي توصل له هم فعل الخير وحب الخير. بنروح طيب لفيصل وعبد الله ونرجع لك. اوكي خلاص. يلا مين مجهز منكم؟ فيصل عبد الله. طيب بدي في قصتي. جميل شفتك يا حل اسلم. قصه قصيره منها معروفة وحابة أشارككم إياها ونذكر المشاهدين. هذه موية. أبدأ القصة؟ يلا تفضل. كان في رجل في بيته، رجل متواضع، بيته متواضع، قاعد ياكل هو ويا عياله، عنده بنت وولد. سلام. وزوجته قاعد ياكلون، لدرجة أنه ما أكل معهم. طيب لدرجة ما أكل معهم ليه؟ لأنه بخيل هالرجل. شكل حق. لا ذكرتي والله. خلاص خلينا اكثر جديه. طيب شباب يعطيكم العافيه. شباب اتمنى تكون فقره جديه لان كل واحد تعبان ومجهز لهالفقره، واهم شيء ان نوصل الفائده للجمهور. اتمنى بس لو خمس دقائق خل في حياتك جديه. صح. المهزله والضحك في وقت ثاني. لا والله تفضل يا عبد الله. تفضل عبد الله. قدامه مويه يطلب من بعيد. خلاص اذا انت قال انا ابنك قال كذا. تفضل عبد الله. بس عبد الله عيدها من جديد. والله عيدها من جديد. طيب يا رجل عنده بنت وولد وزوجته قاعدين ياكلون بس هو ما اكل معهم، ليه هالرجل؟ طبعا قلتها بسرعه لاني هالرجل بخيل من النوع اللي عياله ويا الله، لدرجه انه بخيل كان يقول ميد ولده ولدي ايش فيك تكبر اللقمه؟ صغر اللقمه من متى وانت تكبر اللقمه؟ خذ ولا شلها. وكان يقول ميد منت من متى وانت تشربين اللبن؟ يعني جبنا اللبن لامك كنت تشربينه؟ يعني كان بخيل مرة. وكان يقول زوجته وراس كثرتي الرز خليه لبكرة، ليش كثرتيه؟ مو بقاعد لنا. فكان هالرجل البخيل يعني حتى يبغى الأكل شوي يوكل عياله ويسكت جوهم. ففجأة وهم ياكلون طق عليهم الباب. في حد طق عليهم الباب. فقال ميد زوجته ويا بنته قومي شيل الأكل. قوم ميد ولده افتح الباب شوفن فيه. دخل رجال جلس عند هذا البخيل. الرجال قاموا يسولفون ويعطي وياخذ وكذا. مرق طويل جاء الليل بعد ما تغدوا. البخيل ما اعطى ولا شيء، لو كاسة مويه ما اعطى. حتى الضيف استحى قام يقول
يا اخي لو كاسه شاي يا اخي حلقي يا اخي جف يا اخي ابغى زياده سكر بعد. قالوا طبعا بخيل قالوا شلون راحت عن بالي، تعال تعال يا ولدي روح جيب وش اسمه روح جيب نص ذبيحه خلاص، لا مو بنص روح جيب اللحم اللي ناخذ منه ها ايه اللي ناخذ منه من عمك خالد. قال اوكي ليش قال اللي ناخذ منه. المهم راح الولد العم خالد وكان يعني خلاص بيشتري منه لحمه وكذا وكذا، فقال له عم خالد عندي لحمه زي الزبده حلوه تبغى تاخذها انصحك فيها. قام فكر الولد لحمه زي الزبده شو له وراح اشتري زبده حزين ما لحمه زين قال والله بخل من ابوه تسمع في النهايه شلون. راح البقاله بيشتري زبده له يلا اللي يبيع طبعا كل واحد يمدح الشيء اللي عنده ويقول زين ويقول اللي يعني، فقال عندي ذا الزبده كانها دبس. قال والله بروح اشتري لي دبسه زين ما كانها دبس. راح بيشتري دبس قال له راح الدبس دبس التمر يطلع او الدبس إيه الدبس يعني نوع نكهه كذا ما شلون نفس العسل لكنه غير عصاره الفاكهه اي عصاره الفاكهه يعني في رمان في إيه طيب. عسل في زبده. فراح عند هذا الرجال اللي يبيع الدبس قال له الرجال عندي دبس كنا مويه يعني مره. قال ما عندنا مويه في البيت خلني ارجع اخذ مويه في البيت. رجع قال ما يدبوه يبا خلاص طلع عندنا في البيت. قال ابو ما اشوف في يدك شيء يا ولدي. قال له السالفه اني رحت لعمي وكذا وقلت له وشريت الدبس وكذا وكان عندنا مويه في البيت خلاص. قام الرجال بالضيف وطلع وش قال يعني حتى شاهي متماطنية يعني تفاجأ من هالرجل وبخله وكذا. طلع الرجال وصك الباب قام يضحك البخيل هذا مع ولده قال ما شاء الله طالع على ابوك ما شاء الله عليك طالع على ابوك ذكي ما شاء الله. فرحان البخيل طالع على ابوه قال له يا ولدي ورا نعالك متقطعة. قال لا هذه خليتها خذيت نعال الضيف بالضيف نسى نعاله طلع مستعجل. جاء الضيف دخل حتى نعالي خذيته يا البخلاء يعني عرفت كيف خذ نعاله عاد. وهذه قصة بسيطة عن البخل فلا تبخل ولا تطمع. أمس تكلمت عن الطمع واليوم عن البخل فلا تكون بخيل مرة وانك تكون مسرف مرة طماع ومسرف. هذا بخيل وغبي راحت ذكي داش اخر شيء لها مويه ذكي راح ذبيحه زي الزبده راح اشتري زبده خلنا الذبيحه بالزبده قال الزبده زي الدبس اخر شيء تعال هذا واحد من الناس سواه ما تعرف منه لا تقول سعد لا لا زين ما ركب يعطيكم العافيه يا شباب يعطيك العافيه القصه الجميله. طيب فيصل مجهز قصه صح؟ مو بقصه هي عن موضوع عن فعل الخير أو حتى الآن يلا ما شاء الله. فعل الخير في مهم شرط انك توزع موية او انك تاخذ اكل وتوزع الأموال. خذ يعني تقريبا خذ يا 5 يا ريال او 10 يعني شيء ما يضرك او اي وقت شوف انه مو مفيد للناس خذه وانشره في التواصل الاجتماعي كله. افعل خير بس يعني باكثر حاجه يعني اي شيء وقف تشوفه خذه وانشره ولا تشوف لك عامل عطه مويه ولا عطه ريال او 10 يعني ما هي بناقصتك. او على كلام سعد يوم يقول اذا شفت لك رجل متعطله سيارته وقف وساعده وامشي يعني شفت لي مقطع يمثلون عن هو تمثيل انه ايش مهما يعني تساعد شخص مثلا بنشر الكفر تنزل ساعده. خلينا نقول مثلا صار لك لا قدر الله حادث هو بيمر بيرجع يساعدك. لو ما ساعدت ذيك المره بيجي يقول هذا ما ساعدني وبيروح يعني بيجي يوم ترجع لك الحاله ايه كما تدين تدان. فحاول انك
تفعل الخير وين ما تروح وين ما تجي. الله صحيح. شكرا لك يا فيصل. دائما الخير لا يقف على شغله واحده. الخير كل اللي قدامك الحين تقدر تسوي خير في اي شيء قدامك. الخير مو مسألة انك تنزل تساعد واحد، مو مسألة الخير اشياء كثيرة، الصدقة، تضحك في وجه يتيم، ابتسامة في وجه اخيك صدقة، افعال الخير كثيرة انت في حياتك. حتى لو في آية تقول لك يوم لا ينفع مال ولا بنون، انت في الدنيا ما راح ينفعك لا اخوك لا عمك لا ابوك. الآية صح يوم لا ينفع كمل ما راح ينفعك، ما راح ينفعك لا امك ولا ابوك ولا عمك ولا خالك ولا اي شخص في هالدنيا، ما راح ينفعك. فلوسك اللي انت حاطها في الصرافه، الملايين اللي انت جالس بها في الصرافه ما راح تفيدك الا اذا انت اللي راح تفيد نفسك. افعل الخير في هالدنيا، اترك لك بصمه في هالدنيا. انت في حياتك اذا سويت خير راح يبقى لك اثر، مثل الأشخاص اللي يفتحون بير في إندونيسيا، في السودان، في جميع الدول يفتحون بير، فهذا البير راح يكون وقف لك لما تكون تتكفل على يتيم، تكفل يتيم ترى وشي ما أدري بألف ومئتين أتوقع تكفل لك يتيم مدة سنة، يعني ما تسوى ألف ومئتين لمدة حياتك يمكن يبقى لك أجر. يمكن شخص إذا علمت الصلاة فهذا فعل خير، إذا علمت شخص صلاة راح يصلي لين يموت يمكن يعلم عياله هو، راح يبقى لك انت الاجر. فدائما فعل الخير لا يبقى، ما يبقى على امر واحد، على فعل واحد، دائما اعمال الخير، اي اعمال الخير كثيره كثيره كثيره. القران كل شيء اتوقع كل واحد الحين منا ودنا ناخذ من كل واحد منا وش عمل خير تعرفه، ودنا نبدا بيزيد. طيب هذا عمل خير يا رب، ايوه هذا عمل خير ودائما يصير متداول متداول متداول، اللي هو القرآن من رسول صلى الله عليه وسلم إلى 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 الشيخ اللي الآن معك في الحلقة. فما جاء الموضوع إلا من تداول، إلا من تداول. صح. تعلم تتعلم وتعلم. صح. الدال على الخير بعد كفاعلة. الدال على الخير كفاعلة. بس يعطيك العافية. بندر. تفضل بندر. ووقف الحياة هذا يعني الأوقاف كثيرة من الأشياء الخيرية. صح صحيح. المدة حياة إذا سجلت في وقف أو دفعت في وقت تصدق في وقف راح يبقى لك المبنى هذا. في ناس ما شاء الله تبارك الله يعني تصدقوا في مساجد، بنوا مساجد، تصدق لو بريال، في أتوقع في وقف أو في حساب أنك تصدق بريال اللي هو في الحج، ما أدري وش اسمه بالضبط، سقيا الحج أتوقع، فتصدق لو بريال يمكن يدعي لك الحاج وهو رايح يحج يعني. فدائما نسمع من عبد الله. زي ما قلت سعد، زي ما قلت وكفيت ووفيت، ويعني في طرق كثيرة، وأولها جوالك، يعني جوالك اللي تستخدمه تقريبا 12 ساعة في اليوم ولا 5 ساعات في اليوم، سواء تفتح تسكرة يعني ياخذ منك وقت كثير. أغلب الناس يعني يفتحون جوالاتهم، فعندك أشياء كثيرة، برامج نشر، أوقاف النشر، عندك في اللي هو الواتساب نشر. تقدر تنشر يعني ما يمر يوم إلا وفي أحد مرسلك رسالة وتداولتها ونشرتها. ففي أشياء كثيرة جدا تقدر تساهم فيها وبسيطة جدا ما تاخذ منك وقت. حتى يعني مثلا البرادة، أنت يا الولد اللي إذا فضلت خذ لك برادة وحطها عند المسجد عشان أجر تستفيد منها ونبوك منها الأجر وتاخذ منها الأجر. كرتون موية بس. على العموم أفعال الخير كثيرة وما تاخذ على فعل واحد. الله يعطيكم العافية ودائما أفعال الخير ودائما نطري ودائما نتكرر ودائما نتكلم عن وقف الحياة. مثل ما قلنا قبل تكلفة 22 مليون، تكلفة السهم الواحد أو تبرعك بسهم واحد ب 100 ريال فقط. الأرقام موجودة أتوقع على الشاشة الآن، حساب وقف الحياة في ثلاث البنوك وفي حساباتهم في الانستغرام، تويتر، سناب، في كل الحسابات، أو تتواصل معهم على الرقم الموجود على الشاشات. الآن قيمة الوقف ده 22 مليون تكلفته، ما أدري حتى الآن ما اكتملت. قيمة السهم الواحد 100 ريال. 100 ريال وش تكلف؟ أيوة 100 ريال ما هي طالعة شوي، قليل من راتبك أو بعض من راتبك. توها نازل صح؟ أيوة توها نازل، اليوم 26. فاستغل الوضع الآن، ما دام الآن عندك المادة، عندك المال، عندك كل شيء، حاول تتبرع. إذا ما في واحد معذور. أيوة ما في واحد معذور. حتى اللي ما عنده فلوس يروح ينشر. النشر هذا الدال على الخير كفاعله، متى ما نشرت الوقف او نشرت الحساب الوقف
خلاص بيجيك نفس الاجر اللي تصدق. صحيح. فالاجر حبيت نوع آية اول قالها يا سعد يوم لا ينفع. لا صحيح. لا انما الحياه ان المال والبنون زينه حياه الدنيا. انما يوم لا ينفع. لا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. صح خلاص. طيب لا بس هي نفسها انا توقعت انها مخربطه. لا خير. لا لا يعطيك العافيه. يعطيك العافيه. اهم شيء دائما نتاكد في الايات. يعني لا من اول قاعد افكر فيها. لا صح والله. صح الله يذكرها ما قصرت. طيب يعطيك العافيه. انت موضوع مشعل؟ ها؟ انت موضوع؟ الله يذكرها ما جهزت موضوع؟ ها؟ من يوم انا مجهز. الشباب انا حلقي تحت. طيب خلاص عادي قول سبنا لسبنا ماثره فيه. ترى ما اشوفكم احيانا ترى اشوف الله يسلمك. وش طيب يعطيكم العافيه شباب. ايش رايكم ننتقل للجلسه ذيك لان في ضيف بيجينا. الله يلا. طيب يلا انتهت الفقرة. انتهت الفقرة. لا الانترو بعد ثواني.